ولا احنا ما بنخافش الا من البطل الفيلم الاوحد؟ يعني المخرج ما بيعملش حساب الا لبطل الفيلم، وهو كل الابطال اللي موجودين في الفيلم اللي هم الابطال المساعدين والادوار التانيه ما لهمش اي صوت، ما لهمش اي مطالب، ما لهمش اي رغبات، ما لهمش اي امنيات، ما لهمش اي حاجه؟ ولا هو بس حضرتك كمخرج كبير ما بتنفذش الا طلبات ورغبات بطل الفيلم؟ عايز يقعد في التكييف، مش عايز يتعب، مش عايز يلعب في شمس اسوان، مش عايز يروح في الحر ده. البطل مش عايز يلعب في اسوان، عايز يلعب في مصر. ما بيحبش يطلع بره هو القاهره، بيحب يلعب في اسوان. مش عايز يلعب في اسوان، عفوا، ممكن يلعب في اسوان في شهر 12 لما يكون الجو برد، ممكن نروح نلعب هناك في الشمس، هناك تبقى الدنيا المشتى جميل كده، ممكن اروح العب في اسوان. انما في الحر ما اروحش، ما سافرش. وماتش المحله كان ممكن ما يتلعبش في المحله على فكره، كان ممكن نعمل ديل برضه، كان المحل يلعب في الاستاد عادي جدا، عشان احنا ما بنحبش نطلع بره القاهره. اصل البطل ما بيحبش يتعب، البطل ما بيحبش يعرق، هو البطل كده بطل متدلع براحته. هكذا هي الامور، هكذا هي الامور، وهكذا تدار الكره المصريه. اما عن بيان الزمالك، اما عن تصريحات رئيس نادي اسوان، مش مشكله، دي كلها مطالب من ابطال مساعدين وابطال في ادوار تانية، ممكن الكلام دوت ما يبقاش عاجب. وعلى غير هوى شيخ العرب، شيخ العرب مش عاجبه اللي قاله نادي الزمالك، والنهارده اهو ما عادش موجود صاحب الصوت العالي اللي كانت الناس تقول لك ايه، اصل هو صوته عالي، اصل هو بيتعصب، اصل هو بينفعل على الاستاذ مرتضى اللي هو كان رئيس نادي الزمالك. قال لك اصل هو دايما كان هو كده وبتاع. طب النهارده لما طلع بيان من نادي الزمالك، من رئيس لجنه تسيير الاعمال في نادي الزمالك ورئيس اللجنه المؤقته الكابتن حسين لبيب، بيتكلم بنفس الصيغه وانه رافض اللي بيحصل مع نادي الزمالك. هي المشكله كانت في رئيس النادي الاستاذ مرتضى منصور، ولا في الكابتن حسين لبيب، ولا في مين، ولا في مين، ولا هي المشكله واحده؟ وانتم عارفين مين هي المشكله وايه هي المشكله، بس الاشخاص بتتغير. انما لما يجي اي واحد يجي يدافع عن حق جماهير وحق نادي، انتوا بتتهموه انه صوته عالي وبيثير الفتنه والتعصب، وبتلعبوا نفس اللعبه اللي بقت بايخه والناس كلها فاهمها. اهلا بيك. اسمي مدلين حنا، سني 29 سنه، كان وزني قبل العمليه 155، وبعد العمليه وصلت ل 100 خلال سنة. وكان عندي مشاكل كتير في ارتجاع في المريء وفي التنفس وفي الحركة، ودكتور كريم ساعتها اختار لي تحويل مسار. ومن ساعة العملية وانا صحتي بقت احسن، وبقيت عارفة اتحرك اكتر وعارفة اشتغل احسن، وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفة مستمرة، وصحتي دلوقتي بقت افضل كتير عن الاول طبعا. وانا بشكر دكتور كريم جدا عشان هو اللي مختار لي عمليه تحويل مسار، كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي، ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول، فشكرا دكتور كريم.